وهذه كرة لعزوز، عزوز بيلعبها لجيان، جيان باتجاه عزوز داخل منطقة الجزاء، ما زالت حائرة وطائرة، والقحطاني بيحاول، لا زالت الكرة أمام المرمى، خطأ يحتسب ضد ياسر القحطاني. نعم غاب العين في موسم 74-75 موسم التكوين الأول لدوري الإمارات، وذلك بسبب أن أندية أبو ظبي لم تكن متواجدة في ذلك. تقدم عيناوي في هذه اللقطة، أمامية حلوة، الكرة لعزوز، مهاري وسريع، عزوز بمر بيتقلب سريع، السلام، حلو كعبك يا غزال المملكة في اللقطة الماضية، حلو كعب ياسر القحطاني السابق، والكرة إلى ضربة ركنية، بدأ العين يسخن شوي، بدأ، يا سلام يا ياسر، هذا كعب غزال مو بكعب أي حد، كم نتمنى أن يعود كما كان. فايز سلم، فايز بلم، عزوز في مكان خطير يحاول يمر، لا زال احتفظ بالكرة لياسر أمام المرمى، عيناوي من زعيم إلى زعيم، وفرح يا زعيم القناص بلقطة غابت من زمان، القحطاني يقول لسه زمان زماني، ياسر القحطاني وعزوز يسجل الهدف الثاني لمصلحة العين، بدت من الزعيم رادوي للزعيم ياسر، وفرح يا الزعيم، إنهما يتحدثان لغة الزعامة بطلاقة بكل فصاحة بكل لبيقة، إنها لغة الزعامة من سقط، لكن الكرة ما فيها شيء، كرة ملعوبة الآن لليما في منتصف الملعب، ياسر بيضايقة، رامي بياخذها، رامي باتجاه محمد مال الله، مال الله لياسر، لم محاول يمر، لكن بدر ياقوت بفدائية، وخطأ يحتسب لمصلحة بدر ياقوت في اللقطة الماضية، خطأ يحتسب لمصلحة بدر ياقوت في اللقطة الماضية. شايف هذه الكرة اللي احتسب من خلال الخطأ، حسن يعود كظهير أيمن، راح نشرح لكم تفصيليا كيف اللي حدث في أرضية الملعب. ياسر بالكعب، عزوز يبحث عن الثالث، للعين في مكان سالب، عزوز بيحاول يمر، الكرة رباعي الدفاع النصر الآن، مسعود حسن وبدر ياقوت ومحمود حسن وطلال حمد، من اليمين ياسر القحطاني، كان ياسر وعزوز مو منتبه، جمهور العين يستقبل ياسر القحطاني بأكبر تحية، بأكبر تحية، كل جمهور العين يحيون أبو عزوز اللي جاب الفوز وسجل الهدف الثاني الآن، وأعتقد أنها هي من المباريات الجميلة اللي قدمها ياسر القحطاني، أهلا وسهلا فيك يا أبو عزوز في دار الزين.